زوار مساء الجهة الكرام، أولى حلقات برنامجنا الجديد مثير للجدل، نستضيف فيها سي العربي الرويش نائب رئيس جماعة السهول. نعم سي العربي، خلال هذه الولاية الجماعية أثرت الكثير من الجدل في صفوف الأغلبية وفي صفوف عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. ما السر في ذلك سي العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة لهذه الملاحظة اللي لاحظته كمثير للجدل، أنا هذه جاءت بناء على واحد المجموعة ديال الاختلافات، لأن يعني التسيير الجماعي، التسيير نحن الكل كيعرف بأنني أنا في أول تجربة بالنسبة لجماعة السهول، وجينا مادي اليد باش نشتغلوا في إطار المسؤولية وفي إطار التضحية، يعني هذا حنا ولاد البلاد وبغينا نشتغلوا يعني بما يرضي الله كذا. وقع واحد المجموعة من الاختلافات حول التسيير من أجل تقويم الوضع فقط، يعني عندنا واحد المجموعة من الملاحظات، عندنا ملاحظات على تبذير المال العام، عندنا ملاحظات على سوء التسيير، عندنا واحد المجموعة من الملاحظات من حقنا نلاحظوا ومن حقنا، ولكن كاين هيئات كبرى اللي ممكن تفتح هذه الأمور. فالاختلاف ليس هو عداوة، فالاختلاف من فيه واحد المجموعة من الأمور، اختلاف رحمة. جئنا املنا باش يعني مثلا نساهموا في التنميه ديال المنطقه، نساهموا في التنميه ديال الشباب، نساهموا في الرقي بالمنطقه، يعني نزيدوا قيمه مضافه لبلادنا. هذا تاتى ولكن لم يتاتى ديك النسبه اللي كنا ناويين، ولكن الحمد لله على اين درنا واحد البصمه، والمقررات ديال المجلس شاهدة على ذلك، سواء في ميدان التعليم، سواء في الميدان الفلاحي، سواء في واحد المجموعة من الميادين. الكل كيعرف بأن هاد الجماعات اللي هي الجماعات اللي كانت يعني قروية، هي واحد الموقع ديال شوية ديال سوء تبذير المال العام، فيها واحد المجموعة من الأمور خصوصا في الصفقات ديال الطرقات وفي واحد المجموعه من الامور. فجئنا حنايا عندنا ملاحظات، جينا كنقوموا الوضع، كنشتغلوا بما يرضي الله. اختلفنا مع واحد المجموعه من الامور، اختلفت مع الرئيس في واحد المجموعه من الامور، ومشينا في واحد المجموعه من الامور، يعني ايدنا واحد المجموعه من الافكار وغادي بما يرضي الله. لكن كاين شويه ديال فالعمل بالجماعات فهو واحد العمل شاق، خصوصا بان يعني هنا يعني ما كتكونش فيه ديك الممارسه السياسيه، يعني الممارسه السياسيه ضعيفه جدا. هناك يعني ممارسات والسلوكيات غير مقبوله، وهذا هو هنا فين كاين دور الاحزاب. واش الاحزاب تتقوم بالدور ديالها التاطيري ديال الاعضاء وديال المنتخبون، يعني هنا والتتبع. نعم نعم سي العربي، هذا السؤال يجرنا للحديث ونحن على مشارف نهاية هذه الولاية الجماعية، يجرنا التساؤل عن مساهمة العربي الرويش في تنمية وفي تدبير تسيير جماعة السهول. هو الإنسان دائما ما يكون شيء أناني في التفكير ديالو، فيب معيت واحد المجموعه من المستشارين، واخا كاينين المستشارين اللي نختلف منهم احيانا، فهناك واحد المجموعه من الميادين اللي يعني كانت واحد القفزه نوعيه في واحد المجموعه من الميادين بالنسبه للجماعه السهول. على صعيد التعليم مثلا، يعني مثلا يعني هناك جلب ديال واحد المجموعه من بمشاركة مع المجلس الإقليمي، يعني وكانت بادرة طيبة التعليم الأولي، وهذه سابقة لأنها كانت تؤثر سلبا على 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 قطاع التعليم. بالنسبة للنقل، النقل المجاني في التعليم، بالنسبة للطرقات، ف يعني
ووزارة جهيز مشكورة لأنها كانت واحد المجموعة من الطرقات اللي تابعة لوزارة جهيز اللي تم إعادة البناء ديالها، لأن واحد أربعة أو خمس كذا كانت واحد المجموعة ديال القناطر، كان واحد المجموعة ديال المساهمات في الميدان الفلاحي، كانت يعني في هذا الشيء ديال تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء، يعني كان كاين عمل. هي لو كان كانت مثلا اللمة والمجموعة يعني مؤطرة جيدا ومكونة يكون أفضل، لأن الكل كيعرف بأن الشيء ما يمكنش تغطي الشمس بالغربة. يعني لو بغيتي السور غتحط 27 عضو قدامك بالمرآة، وديك الساعة غادي تشوف يعني شكون اللي حاضر شكون اللي ما حاضرش، المستويات الثقافية المستويات المعرفية العمل الجاد أو كذا. يعني هنا راه إلا بغيتي دير خصك أرضية، راه ما يمكنش لك تشتغل تشتغل بوان. نعم، بصيغة أخرى سي رويش، هل السي العربي رويش مرتاح لأداء هذه الولاية الشمالية؟ نعم انا مرتاح لاداء، لان الحمد لله كسبنا مواطنين اللي اشتغلنا معاهم بدون لف او دوران، وقفنا مع ناس ادينا خدمات الحمد لله. كاين عراقيل ولكن ما يمكنش، لانك ما يمكنش الاشتغال الجماعي هو هذا. اما بالنسبه لي انا شخصيا فانا مرتاح لذاك العمل وشكرا. نعم نعم سي رويش، ولكن بعد صفحات التواصل مواقع التواصل الاجتماعي تثير اسمكم في موضوع الاراضي السلاليه، هل سي العربي رويش يستغل هذه الاراضي اراضي الجمهور؟ هذه بصيغه الجمع لا. ليكون في علمك بان هذه الاراضي الجموع يعني الاب ديالي كيستغنى من 1952، يعني قبل ما نكون انا يعني الوالد ديالي، حنايا كالعائله كلها يعني تزادت فوق اراضي الجمعه وبجانبها كاين الملك الخاص. وهذو اللي ما كيعرفوش واحد المجموعه ديال الناس بان هنا هاد الارض الجمع قندال اللي هي تقريبا فيها شي 198 قطار، كانت في السبعينات وفي الثمانينات كيسكنوا فيها اربعه الناس، يعني بالشموليه ديالها كان الوالد ديالي واحد ثلاثه د الناس ولا اربعه هما اللي كانوا كيستغلوا هذه الارض الجموع. فالوقت اللي توفى الوالد في 2005 حنا سمحنا في ديك الارض واقتصرنا فقط على ارض الاجداد، فقط على ارض الاجداد، يعني ارض ديال ولاد العموميه ديالنا ولاد كذا. كاينين بعض الناس دابا الوقت اللي كتختلف معاه مثلا على التسيير ديال الجماعه كيمشي لك للدار كيقلب لك على شي حويجات خاويين، ولكن حنا مرارا قلنا اللي سترنا الله يفضحه، وقلنا حنا مستعدين للتفحص والكذا. وابعد من هذا اراضي الجمع فهي واحد الاراضي الجمع اللي هي فيها واحد المجموعه من الشكايات عند السلطه الوصيه. انا بغيت شي واحد يجيب لي اي شكايه وحده ضدي بانني كنستغل ارض الجمع بدون قانون او بدون كذا. ليس هناك اي ترامي وكذا. انا تقريبا في عمري 48 سنه ولا 49 سنه انا زدت في هذه الاراضي، وانا استمراري للاب ديالي انا والاخوه ديالي، ولكن كنستغلوا حتى الارض الخاصه. وهاد الناس ما كيعرفوش هاد المس هاد الناس ماشي ما كيعرفوش، راه كيعرفوا ولكن تيوهموا الناس بانها كاين اكثر من هاد الشيء. الناس راه كتبحث في امور اخرى يا ودي. حنا قلنا مرارا حنا نختلف على التسيير في الجماعه، واش فهمتي؟ ان كان غير ذلك فرحنا ماشي رحنا هيئه دستوريه، راه ما كاينش المشكل. واش دابا كاين شي حاجه كتخبى؟ لا ما كاينش، حنا ماشي في غابه، حنا في دوله الحق والقانون. حنا ما عندنا حتى شي حاجه الحمد لله اللي ماشي هي دي، وتتمنوا نكونوا موضوعيين وقانونيين وشكرا.